بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. ما زلنا أحبتي في الله مع خواتيم السوء نعوذ بالله منها، مع سوء الخاتمة وفضائح عند الموت، ونسأل الله أن يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة. وقد ذكرت لكم في المرة السابقة أن أعظم سبب ينتظم أصحاب الخواتيم السيئة هو معصية الله عز وجل، المعصية بدرجاتها المختلفة، فأعلاها الكفر والشرك بالله عز وجل، ثم يلي ذلك ما يكون من ارتكاب الكبائر والإصرار عليها. ولا يلزم لكل من ارتكب كبيرة أن تسوء خاتمته، فرحمة الله واسعة، ولكن هذا موجود وكثير. بل ربما من يرتكب صغيرة من الصغائر ويستهين بها ويواظب عليها ربما تسوء خاتمته، والأمر كله لله، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى علوا كبيرا. أحبتي في الله، كيف تكون خواتيم أهل الكفر؟ كيف هي خواتيم الذين أشركوا بالله عز وجل وعبدوا معه غيره، وإن كانوا يصرحون بأنهم من المسلمين ومآلهم إلى الله سبحانه هو أعلم بحالهم؟ منهم من بلغته الحجة وجحدها، ومنهم من لم تبلغه فيعذر عند الله عز وجل، ولذلك تفاصيل ليس المجال مجال ذكرها. أما لقاء الليلة فتحت عنوان نهاية الخرافة، نهاية الخرافة، واستمعوا معي لهذه القصة الواقعية المصرية، يعني تفاصيلها حدثت هنا في مصر، ليظهر لكم كيف يسوء حال الذي يتلبس بالشركيات، بل كيف تكون خاتمته والعياذ بالله تعالى، وكيف يعيش في هذه الشركيات متلبسا بها في قمة التعاسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صاحب كتاب كنت قبوريا، وهو يحكي لنا كيف هداه الله عز وجل من خرافات وضلالات الصوفية إلى نور السنة والاتباع، وكيف أنقذه سبحانه من براثن التصوف وضلالاته. يقول: في الصباح استيقظت على ضجة في البيت غير عادية. صحي من النوم على في ضوضاء وفي جلبة وفي ضجة في البيت. يقول: اعتدلت في فراشي ووصلت إلى أذني أصوات ليست آدمية خالصة ولا حيوانية خالصة. ده عجيب، واحد في بيته ويسمع أصوات ولا هي أصوات بني آدمين ولا هي أصوات حيوانات، مختلط من ده على ده. يقول: ثغاء وصياح وكلام غير مفهوم العبارات. قلت: لابد أنني أعاني من بقية حلم ثقيل، يعني لسه إيه؟ لسه بيحلم. يقول: فتأكدت من يقظتي، ولكن الثغاء هذه المرة اخترق طبلة أذني، ودخلت علي زوجتي تحمل إلي أنباء سارة جدا، يعني في نظرها، يعني تتلخص في أن ابنة خالتي التي تعيش في أقصى الصعيد ومعها زوجها وابنها البالغ من العمر 3 سنوات قد وصلوا في قطار الصعيد فجرا ومعهم الخروف، وظننت أن زوجتي تداعبني أو أن ابنة خالتي، وكنت أعرف أن أولادها يموتون في السنوات الأولى، أنها قد أطلقت على طفل لها اسم خروف. ليه؟ عشان يعيش. نعم، لكي يعيش، وهي عادة معروفة في الصعيد وفي غيرها. وقبل أن أتبين المسألة أحسست بمظاهرة من أولادي تقترب من باب حجرة نومي، وفجأة وبدون استئذان اقتحم الباب خروف، باب الإيه؟
قط النوع له فروة وقرون وأربعة أقدام. عايز يقول لك إنه إيه حقيقي ما بيهزرش، واندفع في جنون من مطاردة الأولاد له. الأولاد بيجروا وراه فهو داخل على إيه؟ على نصيب وعليه، وهو فين؟ في أوضة النوم. يقول فحطم ما اعترض طريقه، ثم اتجه إلى المرآة وفي قفزة عنترية اعتدى عليها بنطحة قوية تداعت بعدها، يعني المراية الإيه راحت، وأحدثت أصواتا عجيبة وهي تتحطم. ثم تم كل ذلك في لحظة سريعة، وقبل أن أسترد أنفاسي وخيل إلي أن بيتنا انفتح على حديقة الحيوانات، رغم أنني أسكن في العباسية. حديقة فين؟ في الجيزة. ولكن وجدت نفسي أقفز من على السرير، وخشيت زوجتي ثورة الخروف فانزوت في ركن ترمخني بعينها. افتح له كده بره يسمع، يمكن ترمقني بعينها وتشجعني لكي أتصدى لهذا الحيوان المجنون الذي اقتحم علينا خلوتنا، ولكن الصوت والزجاج المتناثر زاد من هياج الحيوان. ولمحت في عينيه وفي قرنيه الموت. بص الخروف شف عينيه الايه وقرونه، أخذ بالك، لمحت في عينيه وفي قرنيه الموت الزؤاب، واستعدت في ذهني كل حركات مصارع الثيران، وأمسكت بملاءة السرير. هو في أوضة النوم ما عندوش ولا إيه، ما هذه اللي إيه هي دي اللي معاه. وقبل أن أجرب رشاقتي في الصراع مع الخروف دخلت ابنة خالتي وهي في حالة انزعاج كامل، فقد خيل لها أنني سوف أقتله، وصاحت وهي على يقين من أنني سأصرعه: حاسب، هذا خروف السيد البدوي. قلت له بالراحة ده إيه، ده خروف السيد البدوي. ونادته فتقدم إليها في دلال، اللي هو مين؟ وكأنه الطفل المدلل، فأمسكت به تربط على رأسه، وروت لي أنها قدمت من الصعيد ومعها هذا الخروف البكر الرشيق، ماشي كده، الذي أنفقت في تربيته 3 أعوام هي عمر ابنها، لأنها نظرت للسيد البدوي إذا عاش ابنها أن تذبح على أعتابه خروفا، يعني نذرت لو الولد عاش هتذبح إيه خروف للسيد. وبعد غد يبدأ العام الثالث موعد النذر، ونحن نعلم قول مريم عليها السلام: إني نذرت إيه للرحمن صوما. إذن النذر عبادة لا يجوز أن تصرف لإيه لغير الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من إيه من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. يقول: كانت تقول كل هذه العبارات وهي سعيدة، وخرجت إلى الصالة لأجد زوجها وهو في ابتهاج عظيم يطلب مني أن أرافقهم إلى طنطا في الخليج لكي أرى هذا المهرجان العظيم، لأنهم نظرا لبعد المسافة اكتفوا بالخروف، فأما الذين على مقربة من السيد البدوي فإنهم يبعثون إيه، أنتم مش معايا أنا عارف، بجمال، يعني عايزة تقول عشان احنا مسافتنا بعيدة عن السيد البدوي في الصعيد وهو في طنطا، فاللي قدروا يجيبوه خروف، لكن لو حد قريب من طنطا ما يوديش خروف، خد بالك، يبعثون بجمال. وأصبح علي أن أجامل ابنة خالتي لكي يعيش ابنها، وإلا اعتبرت قاطعا للرحم، لا يهمني أن يعيش ابن خالتي أو يموت، ولابد أن أذهب معهم إلى مهرجان الشرك. وفي نفس الوقت كنت أسأل نفسي كيف أقنعها بأنها في طريقها إلى الكفر، وماذا سيحدث حينما أحطم لها الحلم الجميل الذي تعيش فيه منذ 3 سنوات. قلت أبدأ بزوجها أولا، لأن الرجال قوامون على النساء، وأخذت الزوجة إلى زاوية في البيت وتعمدت أن يرى في يدي كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب اللي هو كتاب التوحيد، ومد يده فجعل الغلاف ناحيته، وما كاد يقرأ العنوان حتى قفز كأنه أمسك بجمرة نار، وفعلا خلى الكتاب كده قدامه، فأول ما شاف الكتاب واسم الكتاب نط كده أكن حاجة قرصته. ليه؟ لأن هما بيخوفوا الناس من ابن القيم وابن تيمية وابن عبد الوهاب، يقولك هؤلاء ثالوث الكفر. أنا سامع بنفسي وأنا صغير، كنت بحضر خطيب في المكان اللي أنا ساكن فيه، وكان يطلع كل ما يطلع لازم يشتم، ياخد بالك، في ايه، في شيخ الاسلام ابن تيميه، ويشتم في ابن عبد الوهاب، ويشتم
في ابن القيم ويقول لك مزمور الشيطان في بيت مزمور أو صوت الناي في بيت الزانية خير من الصلاة على رسول الله. والعياذ بالله يقول لك هم اللي بيقولوا كده محمد بن عبد الوهاب وبتاعه يقعد يكفر فيهم ويشتم فيهم ويدعي عليهم من الكذب والباطل ما ليس فيهم، ومن يقرأ سيرتهم يعرف ذلك. عشان كده أنا بقول للإخوة عايزين نقرأ إيه الحركة الوهابية ومين الوهابيين دول وإيه فعلا، هل هم فعلا إسلام جديد ولا هو ده الإسلام الصافي النقي اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحاول إن شاء الله المرة الجاية نوفر لكم كتاب خارج المسجد يتكلم عن الحركة الوهابية حتى يتبين الحق. المهم صاحبنا ده زوج الست اللي جايب الخروف أول ما شاف كتاب الشيخ محمد نط كأنه أمسك بجمرة نار. قرأ زوج ابنة خالتي عنوان الكتاب الذي يقول إن في الصفحات قصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته، وهتف صارخا قائلا ما هذا الذي أقرأه وكيف وصلني هذا الكتاب، لابد أن أحدهم دسه علي فهو يعرف أنني رجل متزن أحرص على ديني وعلى زيارة الأضرحة، هو ده الاتزان عندهم، وتقديم الشموع والنذور وأحيانا القرابين المذبوحة والحية كما يفعل هو تماما. ورأيت في عينيه نظرة رثاء إلى ما رماني به القدر في تلك النسخة. يعني حزين عليه، انت إيه اللي وقعك في الوقعة ديت، إيه اللي جاب لك الكتاب ده، وكأن علي أن أقف منه موقف الدكتور جميل غازي مني سابقا، لأنه لي قصة مع الدكتور جميل غازي رحمه الله. لما هو الدكتور جميل كان يريد أنه يهديه للإسلام، يهديه للسنة يعني، فحاول أنه يديله الكتاب ده، عمل معاه قصة قريبة من كده، وشاء الله أن يكون ذلك بمثابة الامتحان لي. يعني اللي عمله مع الدكتور جميل غازي هو عايز يعمله بقى مع الناس، عايز يغير المنكر اللي شايفه ده. وهل في استطاعتي أن أطبق ما قرأت أم لا، وهل استوعبت عن يقين ما قرأت أم لا، والأهم من ذلك هو مدى إصراري على عقيدتي وإقناع الآخرين بها أيضا، لأن الذي لا يؤثر في المحيط الذي يعيش فيه هو صاحب عقيدة سلبية غير إيجابية. وده حال كتير من الناس للأسف، وممكن نقول حال بعض الإخوة. من الله عليك بعقيدة أهل السنة فلست شيعيا ولست صوفيا ولست من أصحاب الفرق الضالة، لما لا تنشر ذلك بين الناس؟ لما لا تعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين إيجابيتك؟ يقول ليس من المعقول في شيء أن أطوي توحيدي على نفسي وأترك الآخرين يعيشون في ضلالة، لأنهم بعد فترة سوف يغرقونني في خرافاتهم، وعليه فلا بد أن أجادلهم بالتي هي أحسن، لا أتركهم يشعرون أن الأمر هين، لا بد أن أنفرهم من شركهم، وهم لا بد أن يتراجعوا، لأن الخرافة لأنها تقوم على ضلالات هشة لا يكاد الشك يدخلها حتى يهدمها. وفعلا توكل على الله وبدأ يحاور الشخص ده اللي هو جوز بنت خالته. يقول رحت في حماس أحاول أشرح له سر حملات الكراهية والبغضاء التي يشنها البعض على دعوة التوحيد، وكيف أنها أحيت شعائر الشريعة وأصول العبادات، وفي ذلك القضاء على محترف الدجل وحراس المقابر وسدنة الأضرحة والذين يكدسون الأموال عاما بعد عام من بيع البركات وتوزيع الحسنات على طلاب المقاعد في الجنة. في بعض مساجد الصوفية عندهم أسعار المقاعد في الجنة، عايز تخش الجنة فين؟ في الفردوس مثلا سعره تدفع كذا، عايز تخش عملوا زي الايه بالظبط؟ النصارى اللي كان عندهم صكوك الايه؟ الغفران، والعياذ بالله تعالى. واحنا بنكذبش عليهم، ده كلام حقيقي واقعي وهذا موجود بالفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أنا أقول من يحب رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم يدافع عن دينه، يدافع عن دعوته. ولذلك حاول أن تشتري الكتاب الذي سنوفره وتقرأه وتعلم الناس وتوضح للناس وتبين للناس الحق من الباطل. يقول لمحت على ملامحه بعض سمات الخير، نظر في دهشة كأنه يفيق من غيبوبة، ورغم ذلك فقد راح يتشنج ويدافع عن أهل الله الذين ينامون في قبورهم لكن يتحكمون بأرواحهم في بقية الكون، وأنهم يدعون كل ليلة جمعة للاجتماع عند قطب من الأقطاب. وهقول لكم يعني أقطاب دلوقت أو في الدرس اللي جاي لو الوقت ما كفاش. وحتى النساء من الشهيرات يلتقين أيضا مع الرجال الأقطاب وينظرون في شؤون الكون، يعني بيتجمعوا كده كل جمعة ويشوفوا الكون محتاج إيه ويبدأوا يصرفوا أمور الإيه؟ أمور الكون. يقول لم أكن أطمع في زحزحته عن معتقدات في ضميره عمرها أكثر من 30 سنة، فاكتفيت بأن طلبت منه أن ينظر في الأمر.
ودي طريقة ناجحة في الحوار. قال أنا عايزك تفكر بس، هل هؤلاء الموتى من أصحاب الأضرحة أكرم عند الله أم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الأكرم على الله؟ ثم يفكر طويلا ويجيء إلي بالنتيجة دون ما تحيز أو تعصب، ووعدني بأن يفكر، ولكنه فقط يطلب مني أن أرافقهم في رحلتهم الميمونة إلى طنطا، اللي هي فين؟ السيد البدوي. فقلت هذا هو المستحيل ولن يحدث، إذا كنت مصمما على الذهاب أنت وزوجك للسيد البدوي حتى يعيش ابنكم، فالمعنى الوحيد لذلك أن الأعمار بيد السيد البدوي وليست بيد من؟ بيد الله. أنت دلوقتي بتقول أن كل ما يجي لي ولد بيموت، كل ما يجي لي ولد بيموت، فأنا جبت خروف وقلت لو الولد عاش حدبح الخروف ده لمين؟ للسيد البدوي. فقال له أنت طالما هتروح عشان ابنك يعيش، يبقى الأعمار في يد السيد البدوي مش بيد الله. فبص لي كده وقال لا تكفر يا رجل. يقول له رجل ما تكفرش. قال له أنا؟ وبعدين بقى الله، تلفونات اللي هترن هاخدها عشان نجيب بيه هدايا للناس، بس اي واحد تليفونه يرن هناخده نبيعه ونجيب بيه هدايا، او كله هيحط ايده في جيبه. ها مش انت اول ما تخش مع باب المسجد اقفل، يبقى احنا في عزله كده شعوريه تامه عن كل حاجه. سيب الدنيا بره بمشاكلها وبهمومها، فرغ نفسك وقلبك الساعه دي معانا، ماشي كده؟ قال له مين اللي بيكفر؟ انا اللي بطلب منك تتوجه الى الله، ولا انت اللي بتصر ان انت تتوجه للسيد؟ وسكت، واعتبر هذا مني إهانة لضيافته. أنت كده بتهني وأنا في بيتك والكلام اللي أنتوا عارفينه ده، وراح واخد زوجته وخدوا الإيه؟ الخروف، وراحوا طالعين من العباسية على طنطا عشان يذبحوا الخروف للسيد البدوي. فرحت وهو طالع همست في ودنه كده، قلت له يا ريت تتفضل وأنت راجع ما تعديش علينا تاني، أكون شاكر ليك قوي. يعني إيه؟ كفاية تجيش هنا تاني، هتبوظ لنا البيت وملنا البيت شرك وبتاع، فإنني أكون شاكرا لك ما تفعل، مش كده؟ وإلا تلقى مني ما يضايقك. وطبعا اتضايق أكتر، ومضى يسوق الخروف نحو طنطا. وانثنت زوجتي تلومني لأنني كنت قاسيا معهم، وهم الذين يخافون على طفلهم الذي عاش معهم، الذي عاش لهم بعد أن تقدم بهم العمر، ومات لهما من الأطفال الكثير. تقول له أنت ليه كنت قاسي؟ أنت ليه بتقول له كده؟ بالراحة شوية، ده الولد الوحيد بتاعهم، وده بقاله كم سنة معهم، وقبليه مات عيال كتير. والطفل، فقال لها، يقول فصحت في زوجتي إن الطفل إذا كان سيعيش فلأن الله يريد له أن إيه؟ أن يعيش، وإذا كان سيموت فلأن الله يريد له أن يموت، لا شريك لله في أوامره ولا شريك له في إرادته. وقال الكلام ده لزوجته. يقول علمت بعد أيام أن قريبتي عادت من طنطا إلى الصعيد مباشرة دون المرور علينا في القاهرة، وأنها غاضبة مني وشكتني لكل شيوخ الأسرة. رجعوا من طنطا على الصعيد على طول، نفذوا النصيحة، ما راحوش عليهم في العباسية، وراحت اشتكته لرجالة الأسرة كلهم. في الأسبوع الثاني بيقول لقيت جرس الباب بيدق، ابني الصغير راح يبص يشوف في ايه، رجع وقال لي إبراهيم الحران على الباب، يعني إبراهيم الحران ده اللي هو زوج بنت خالته. فقلت إبراهيم ايه اللي حصل؟ يا ترى جابوا خروف جديد ونزر جديد لضريح جديد، ولا ايه الموضوع؟ وقلت بس المره دي انا مش هتكلم بقى، انا ايه هفعل، اخد بالك؟ قلت انا هخرج بقى، هخرج الغضب بتاعي من الصمت للعدوان، الناس دي لازم تتقدم. ورحت فعلا ساير ناحيه الباب، فلقيت الحران بيمد ايده عشان يسلم علي، فقلت له اتفضل. قال لي لا. طب جاي ليه؟ فراح ابتسم ابتسامه كده، يعني زي ايه الابتسامه الصفرة كده، يعني ايه بيتكلفها يعني، وهو يقول انا عايز كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي عندك. فبصيت له كده ورحت قاعد، ما كلمه ما قدرتش اقف. اللي هو بيتبع خروف، ادي اول تليفون، اللي بيتبع خروف للسيد البدوي ها جاي يطلب كتاب التوحيد. يقول سقطت قلعة من قلاع الجاهلية، الحمد لله، لكن لماذا؟ كيف كان ذلك السقوط؟ جاء صاحبي إبراهيم يسعى بقدميه يطلب ويلح في أن يبدأ مسيرة التوحيد، عايز يبدأ يرجع لربنا سبحانه وتعالى ويوحد الله. فقال أكيد وراء العودة ديت حاجة حصلت، في أسباب قوية وصلته لكده، فأنا لازم أعرف ايه التفاصيل. ورحمة بي من الذهول والإغماء الذي أوشك أن يصيبني بدأ يتكلم، وكانت الجملة التي سقطت من فمه ثقيلة كالحجر الذي يهبط من قمة جبل، صكت سمعي، ثم ألقت بنفسها تنفجر على الأرض
تصيب وتدمي شظاياها. بيمثل لك يعني كانت كلمة جامدة، كلمة شديدة جدا، كلمة رهيبة اللي قالها له. يا ترى أول كلمة قالها إيه؟ قال: لقد مات ابني عقب عودتنا. قال له أول ما روحنا للصعيد روحنا الولد إيه؟ مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا هو الولد الرابع الذي يموت لنا. كلما بلغ الطفل 3 سنوات لحق بسابق. يقول: وبدلا من أن يذهب إلى الأطباء ليعالج مع زوجته بعد التحليلات اللازمة، فقد يكون مبعث ذلك مرض في دم الأب أو الأم. يعني بدل ما هو يروح يعمل فحوصات ويعمل تحاليل ويشوف إيه السبب إن الولد بيموت، ممكن يكون فيه فيروس، يكون فيه شوف، لا اقتنع هو وزوجته إن هم النهاردة عند الشيخ ده، والأسبوع اللي جاي عند الشيخ الفلاني، والسنة اللي جاي عند الشيخ العلاني، وهكذا. وبعد كده في مغارة في جبل في بني سويف يروحوها، وهكذا. وهذا كله لم ينفعهم، ورغم الجهل والظلم الذي يظلمه لنفسه، يقول: إلا أنني حزنت من أجله وتألمت حقيقة، أخذته من يده وأدخلته وجلست أستمع إلى التفاصيل. قال له: احكي لي إيه اللي حصل. قال له: رجعنا من طنطا أنا وزوجتي للبلد، ومعانا بعض الأجزاء من الخروف اللي اتدبح على أعتاب الضريح بتاع مين؟ السيد البدوي. طب ليه واخدين شوية من الخروف معاهم؟ أيوة، هي التعليم الجاهلية كده، تعليم الجهالة، إن الخروف ده فيه بركة، ماشي كده؟ فعشان التماسا للبركة ياخدوا جزء منه يوزعوه على الإيه؟ على المحبين اللي مش قادرين، مشتاقين جدا للسيد ومش عارفين يروحوا له، فيدوهم حاجة من الإيه؟ من ريحته، واخد بالك، عشان ياكلوا منه. وطبعا واحد راجع من طنطا رايح الصعيد بخروف أكيد هيعفن، وده اللي حصل، واخد بالك. بس عشان دي أجزاء مباركة ولحمة مباركة، حتى لو كان فيها إيه بالذي لازم هتتاكل. يقول: تصدى لها الكبار وصمدوا. الكبار الصعيدة، بالك صعيدة ما شاء الله، ما فرقتش معاه، فأكلوا وعدت العيال الصغيرة، ومنهم الطفل اللي أكل منها. طبعا لازم الطفل يأكل عشان البركة تحل. الولد تعب، جات له نزلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأم انتظرت إن السيد البدوي يتدخل، مستنيه السيد يتدخل، وحاله الطفل عملت تسوء. في الاخر خالص قالت: بس نوديه للدكتور. فلما راحت للدكتور اتفاجع: انت سايباه لحد دلوقتي 4 ايام وسايباه؟ وطبعا مش قادره تقول له: انا مستنيه السيد يتدخل، السيد يعمل له حاجه، السيد ينقذه، مش قادره الكلام في طبعا في وقاحه يعني. فراح مفيش فايده هيعمله، راح كاتب لها علاج وحقن وادويه، ولكن الولد المرض تعب عليه وجسمه ما استحملش، مات. ومن يوم ما مات الولد بدأت المشاكل. مين اللي بيحكي؟ إبراهيم أبو الولد. بدأت المشاكل، كانت صدمة على على أمه، فقدت وعيها وأصابتها لوثة، فجعلت تمسك بأي شيء وتهدهده وتداعبه على أنه ابن له. أي حاجة تشوفها مخدة بتاع تروح واخدها تقعد طبطب عليه كده على أنه ابن ليها. وأما الأب فقد انطوى يفكر في جدية بعد أن جعلته الصدمة يبصر أن الأمر كله لله لا شريك له، وأن ذهابه عاما بعد عام إلى الأضرحة والقبور لم يزده إلا خسارة. واعترف لي بأن الحوار الذي دار بيني وبينه كان يطن في أذنيه عقب الكارثة، ثم صمت سكت. وده يبين لنا اللي احنا ما نيأسش من الناس، وما تاخدش موقف مسبق مع الانسان اللي انت رايح تدعيه او رايح تكلمه، ان فلان ده ما فيش فيه خير، فلان ده ما هوش نافع، فلان ده مهما عملت مش هيهتدي، ده مش ليك، ده لله. يبقى عندك شفقه ورحمه لهدايه الناس، وخد بالاسباب، والله يهدي من يشاء سبحانه، ماشي كده. فقعد يقول، قلت له بعض الكلام يخفف عليه اللي يتقال في المناسبات دي، ولكن هو كان في نفسه حاجه لسه عايز يقولها، عايز يقول له: طب مراتك حصل لها ايه؟ لعل الله قد شفاها من لوثتها. فغطى راسه كده وقال له: أهلها مصرين إن يلفوا بها على الإيه؟ على الأضرحة. أخد بل والكنائس أيضا تستغربوش، بتجيلنا حالات في المسجد بيروحوا للكنائس عشان القسيس يقرأ عليهم، بس أنا مش عارف بيقرأ عليهم إيه. الناس بتجيلنا نقرأ عليهم قرآن، طب اللي بيروحوا الكنيسة بيقرأ عليهم إيه؟ والعياذ بالله. وما خفي كان أعظم. ويرفضون عرضها على الأطباء، ماشي كده. قالوا
مش هينفع نوديها ايه للأولياء وهم هيشفوها، بل ذهبوا بها الى سيدة لها صحبة مع الجن، فكتبت لها على طبق ابيض، راحوا الوحدة مخاوية ماشي كده، وكتبت لها حاجات على طبق وبتاع، والعلة تزداد يوما بعد يوم وتتفاقم، وكل ما يفعله الدجالون يذهب مع النقود المدفوعة الى الفناء. وحينما اراد ان يحسم الامر واصر ان تعرض على طبيب اللي هو زوجها والا طلقها ماشي كده، فراحت امها اللي هي حماته ركبت ايه دماغها وقالت هي الاولياء بس ما فيش اطباء، فراح اضطر انه ايه يطلقها وهو كاره، هو مش عايز. يقول اثارتني قصته رغم حرصي على النسخه التي حصلت عليها من الدكتور جميل، الا انني اتيته بها وناولتها له، فامسك بها وقلبها بين يديه وقرأ على غلافها نواقض الإسلام من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقرأ قول الله عز وجل، يبقى الكتاب كان نواقض الإسلام ما كانش كتاب التوحيد، أنا أخطأت، وقرأ قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الإيه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن نواقض الإسلام الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو يذبح للقبر وغير ذلك. يقول رفع رأسه فحملق في وجهي ثم أخذ الكتاب وانصرف، واشترط أن يعيده لي بعد أيام وأن أحضر له من الكتب ما يعينه على المضي في طريق الإيه طريق الإيه التوحيد. أنتوا سرحتوا مني ولا إيه؟ يقول انصرف إبراهيم والمأساة التي وقعت له تتسرب إلى كياني قطرة بعد قطرة، جزاك الله خير، فهي ليست مأساة فرد ولا جماعة، إنما هي مأساة بعض المسلمين في كثير من الأمصار. يقول حاولت الاتصال بالدكتور جميل، يعني كلام أيضا خاص متعلق بالقصة، ولكن في أثناء ذلك اتصل أو رن الهاتف وكان هو المطلوب ليحضر للتحقيق في قضية مصرع أحد عمال البلاط. صاحبنا ده المؤلف اللي هو اسمه عبد المنعم الجداوي كان يعمل في بعض الجرائد، فبيتصل بي تعالى عندنا تحقيق في جريمة، عامل بلاط وجد مقتولا في جوال من يومين، جوال يعني ايه شوال، مقتول ومرمي في شوال في بعض الأماكن. يقول تركت ما في يدي وذهبت لهذه الجريمة. يقول فوجدت الأساس الذي قامت عليه أيضا هو السقوط في هوية الشرك والدجل والشعوذة. إزاي؟ أما المتهم القاتل فكان من أبناء الصعيد، تجاوز 50 من عمره، وكان متزوجا من امرأة لم تنجب فطلقها وتزوج بأخرى في 17 من عمرها. هو كام؟ عدى 50، مراته ما خلفتش، اتجوز واحدة عندها 17 سنة لكنها الأخرى لم تنجب. وبلغه من التحريات أن مطلقته قامت بعمل سحر له نكاية فيه يمنعه من الإنجاب من زوجته الثانية. قاعد يتحرى كده ما بتخلفش ليه بدل ما يروح يكشف، قال بس اكيد ايه مراتي الاولانيه عامله لي عمل، وفعلا تحرياته جابت ان هي عامله له سحر عشان مراته ما تنجبش. فاتصل بذلك الرجل الذي كان شابا لم يتجاوز 40، واتفق معه على ان يقوم بعمل مضاد. جاب بقى واحد عشان يعمل عمل مضاد للسحر اللي معموله ده او للعمل عشان مراته تخلف. وتلقف الدجال فرصة مواتية وذهب معه إلى البيت، وكتب له بعد أن تناول العشاء الدسم كتب له بعض مستلزمات حضور الجن من بخور وشموع وعطور، وذهب الرجل ليشتريها. وترك الدجال وزوجته الحسناء فين؟ قال له احنا عايزين شوية بخور وشوية كذا، خليكم معاي عشان نحضر الجن عشان نحللك المشكلة دي. وطبعا الراجل متلهف عايز يحل المشكله بسرعه، وراح بسرعه طالع عشان يجيب الايه الحاجات دي، وساب الدجال ده وزوجته اللي كام سنه. خرج الرجل مسرعا يشتري البخور الذي سيحرق تمهيدا لاحضار الجن، وترك الدجال الشاب مع الزوجه الحسناء. وكان لابد ان يحدث ما يقع في مثل هذه المواقف، فحاول الرجل ان يعتدي على الزوجه وراودها في عنف ليفتك بشرفها وهي العفيفه الشريفه، فقامت لتغادر البيت إلى جارة لها حتى يصل زوجها، وإذا بها تجده على الباب لسه طلعت تهرب، لقيت مين؟
جوزها. ايه اللي حصل؟ نسى المحفظة اللي فيها الايه؟ الفلوس. اول ما شافته قالت له ايه اللي حصل؟ كذا وكذا وكذا وكذا. وراجل صعيدي راح داخل مسك عصاية غليظة نبوت ودخل على الدجال في الغرفة بتاعته وايه؟ قتله، حطم رأسه بالعصا. بعدها لقى نفسه قدام جثة مش عارف هيعمل فيها ايه، قاعد يفكر نعمل ايه نعمل ايه. راح طلع اشترى شوال من بعض الدكاكين وراح ايه معبيه في الشوال، مستنى نص الليل، وراح شايل الجثة على كتفه وراح رميه على مقربة من الحي الذي يسكنون فيه، ورجع الأوضة بقى اللي هو فيها اللي عمل فيها الجريمة عشان يمسح الايه الدم والأثار، وظن ان هو كده تخلص من الايه من الدجال. وهذه خاتمة سوء لمن يتعاطى السحر والدجل، هذه خاتمة الخرافة، وكم في بلاد المسلمين من أمثالها والله المستعان. طيب جاءت الشرطة بعد أن عثروا على الايه الجثة، فبدأوا تحرياتهم عن الجوال الذي كان يحتوي الجثة. خدوا الشوال وقعدوا يلفوا بيه على الدكاكين ويسألوا المحلات الشوال ده من عندك الشوال ده من عندك، لحد ما لقوا مين؟ البياع اللي باع شوال. قال له مين اللي اشتراه؟ قال له فلان الصعيد، المنطقة على القد انتوا عارفين ياخد بالك. فراحوا جايبين فلان شدوا عليه، انت عملت؟ ايوه انا عملت، اعترف وادخل ليطبق عليه حكم القتل ايضا، ولا حول ولا قوة الا بالله. وهل انتهت الخرافة بعد؟ لا، بل ترتفع الخرافة الى الذروة حين يعمد المتخصصون فيها الى تقسيم تخصصات المشايخ والاولياء والاضرحة. فضريح السيدة فلانة يزار لزواج العوانس، مقسمين ضريح الفلان ده لزواج العوانس، ها؟ والشيخ فلان يزار ضريحه في مسائل الرزق، والقادرة الشاطرة صاحبة الضريح الفلاني يحج إليها في مشاكل الحب والهجر والفراق والطلاق. ومختارين واحدة مش عارف ليه، عشان موضوع الحب والهجر وكده مختارين ايه واحدة معرفش ليه. وأخرى يلجأ إليها في أمراض الأطفال والعيون وعسر الهضم، يعني أي واحد تخصصات كل واحد إيه حسب الإيه اللي عنده. مؤامرة محكمة الحلقات تلف خيوطها حول السذج والمساكين وكأنهم لم يقرأوا في القرآن، وإن يمسسك الله بضر إيه مش هنبصوا على حاجة هنا ولا هتعرضوا حاجة، خليكم معايا، هما بيجهزوا هتشوفوا بعد ما يجهزوا نكمل القصة مع بعض. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا إيه فهو على كل شيء إيه قدير. إن الانصياع وراء الخرافات ليس وقفا على عامة الناس أو جهالتهم، بل من المؤسف أن تتمتع بسلطان أنها تتمتع بسلطان كبير بين المتعلمين الذين درسوا في أرقى الجامعات. هذه قصة سيدة تخرجت من جامعة القاهرة وحصلت على الدكتوراه في الزراعة، وتشغل الآن وظيفة مديرة مكتب وزير زراعة إحدى الدول العربية، يعني تحس منصب إيه كبير وعالي. عثر زوجها ذات يوم على حجاب تحت وسادته، جوزها لقى حجاب تحت المخدة فسأل زوجته، اسألها إيه ده؟ فقالت له إنها دفعت فيه ما لا يقل عن 50 جنيها لكي تستميل قلبه، لأنها تشعر بجفوته في الأيام الأخيرة، يعني عمل له إيه عمل سحر عطف، أخد بالك؟ عشان يحبها، لأن هي ملاحظة الأيام الأخيرة أنه إيه؟ ما بقاش يحبها. وكانت النتيجة أن طلقها زوجها. ويروي قصتها المحامي الذي تولى دعواها التي أقامتها ضد الإيه؟ ضد الزوج. شوف تخيل الدكتورة وصلت لفين، والشعوذة والدجل برضو في حياتهم زي حياة الناس العادية. يقول في الصباح استيقظت على جرس التليفون يصيح صيحات طويلة ومعناها أن مكالمة قادمة من خارج القاهرة، الجرس الطويل في التليفون العادي مكالمة جاية من برة. رفع السماعة لقى فعلا اللي بيتكلم والد زوجة إبراهيم الحران، اللي هو زوج إيه؟ يبقى زوج خالته، ماشي كده؟ بيقول له إحنا هنجي لك بكرة، مش سايبينه، وأنا بتصل أتأكد اللي أنت إيه؟ أنت لسه جاي؟ بتصل أتأكد اللي أنت موجود ولا لأ. يقول ولم يكن أمامي سوى أن أفعلها، يعني يقول فرحبت بهم ولم يكن أمامي سوى أن أفعل ذلك، قال له أنا مستنيكم، هيقول له ده جوز خالته هتبقى مشكلة. وفي الغد ومع الركب الحزين، وكان مؤلفا من زوج خالتي وخالتي وإبراهيم الحران وابنتها،
يعني جابوا البنت وهي وابوها جوم والراجل زوجها جه اللي هو ايه طلقها كمان ماشي كده. وكانت في حالة يرثى لها، تفاقمت الحالة العقلية عندها ودخلت في مرحلة الكآبة العميقة. رفضت معها الكلام وفقدت فيها الشعور بما يدور حولها، لا تستطيع أن تفرق بين النوم واليقظة ولا تجيب عن من يحدثها. انتقلت من دنيا الناس إلى دنيا الوهم والكآبة حتى أصبحت هيكلا عظميا ليس فيها من علامات الحياة سوى عينين كأنهما زجاج يرسلان نظرات بلا معنى. يعني البنت الحالة اتدهورت من اللف على إيه؟ على الأضرحة والمشايخ والأولية، بقت هيكل عظمي. فراح أبوها قايل له أنا عايزك تتصل بابنك، بابن صاحبنا المؤلف، وده طبيب أمراض عصبية ونفسية أخذ بالك في العباسية، وقال له عشان شوف لنا حجز للبنت بس يكون في الدرجة الأولى. بعد إيه؟ ها؟ بعد إيه؟ بعد ما ضيعتوا الإيمان بتاعكم والتوحيد بتاعكم على أعتاب المشايخ جايين تاخدوا بالأسباب. وحماته بقى عمالة تبكي وندمة ندمة على الإيه؟ على اللي عملته، وبتعترف إن هي بإصرارها إنها تعالج بنتها عند المشايخ، والجري والطواف حوالين الأضرحة خلت المرض إيه؟ يستفحل ويزيد ويهدم كل قدرة لابنتها على المقاومة. واعترفت بأنها أخطأت في حق زوج ابنتها إبراهيم الحران، واستفزته بإصرارها على الخطأ حتى طلق ابنتها. ولكن عذرها أنها كانت ضحية لجهلها ولعشرات السيدات التي كنا يؤكدن لها أن تجاربهن مع المشايخ والأضرحة والدجالين تجارب ناجحة، والمثل يقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. يقول بفضل الله حاولنا استطعنا نحن نحجز لها مكان وودناها فعلا المستشفى، وحالتها كانت مطمئنة. ابنه قال له أن حالة مطمئنة وما تدعوش لليأس، كل ما في الأمر أن الإهمال خلى الحالة تتفاقم. بعد أسبوع تحسنت الحالة، عولجت بصدمات كهربائية إلى جانب وسائل علاجية أخرى. وخلال ذلك اتصل بي إبراهيم الحران فقلت له أنا عايزك في أمر مهم وتيجي تزورني ضروري. لما جه شرح له حالة مراته وقال له الأطباء بيقولوا أن أنت لو رجعتها ده جزء من الإيه؟ من العلاج ماشي كده. وقعد طبعا يطيب قلبه بتاعه، والتاني أصلا ما كانش عايز يطلق زوجته. وفعلا اقتنع الرجل بأن يعيد الزوجة إلى عصمته مرة أخرى، ولكن بشرط إيه؟ أن تقلع أم زوجته عن معتقداتها القديمة وكذلك والد زوجته. أما زوجته فقال أنا كفيل بها، أنا هتصرف أنا معها. لكن مين المشكلة في مين؟ ها في الولية اللي هي حماته، مشكلة كبيرة جدا. يقول وعقدت بينهم جميعا مجلسا لم ينقصه إلا الزوجة لأنها كانت فين؟ في المستشفى العباسية. وقبلوا شروطه بعد هذا الدرس القاسي. يقول كان لزيارته لزوجته في المستشفى أكبر الأثر في شفائها، وزادت بهجتها حينما عرفت أنه أعادها إلى إيه؟ إلى عصمته. قال لي ابني الذي كان يشرف على علاجها إن عودتها إلى زوجها وزيارته لها كانت العلاج الحقيقي الذي عجل بإذن الله بشفائها، لأن الفتاة وحيدة أبويها حطمتها صدمة وفاة ابنها، ثم قضت على البقية الباقية من عقلها صدمة طلاقها. يقول بعد شهر وعشرة أيام تقريبا تقرر خروجها، وكان ينتظرها زوجها ووالدها ووالدتها في سيارة على الباب رحلت بهم إلى الصعيد فورا. هذا إخواني غيض من فيض من القصص، من قصص الخرافة. هذه واحدة فقط من شطحات وخرافات الصوفية، وليت الأمر ينتهي عند تصرفات وأفعال. يعني القضية ليست قضية سلوك فحسب، لأن البعض مفكر أن الصوفية عبارة عن رياضة وممارسة عبادات أخذ بالك وشوية تطويحات في المسجد وبتاع. لا، الصوفية عقائد مخالفة لعقيدة الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إمامهم ابن عربي، من الأئمة بتاعتهم واحد اسمه ابن عربي من غير ألف ولام، لأن عندنا الإمام ابن العربي بالألف واللام ده من أئمة أهل السنة. ابن عربي الصوفي ده يؤسس ويدعو إلى فكرة وحدة الوجود، الحلول والاتحاد بين الرب والمخلوقات. يعني إيه؟ يعني العباد وربنا حاجة واحدة، حلوا في بعض، يعني أشد من النصارى. ده هم النصارى بيقولوا إن ربنا حل في واحد اللي هو عيسى، الصوفية بيقولوا إن حل في كل الإيه؟ في كل المخلوقات وربنا في كل مكان، غلبوا النصارى. شوف بيقول إيه ابن عربي والكلام من كتابه
عشان ما حدش يقول انت بتتهم الصوفية وتظلمهم. كتاب بتاع ابن عربي اسمه الفتوحات المكية موجود ومطبوع، وما انصحكش ان انت تشتريه، هتصرف فلوسك في حاجة ملهاش لازمة وهترميه في الزبالة بعد كده. بيقول ابن عربي: الرب حق والعبد حق. يعني عايز يقول الرب اه ماشي والعبد برضه. يا ليت شعري من المكلف؟ طب وده سؤال، ايه اللي من المكلف؟ ان قلت عبد فذاك رب، او قلت رب انا يكلف. يعني عايز يقول انا وهو حاجه واحده، يبقى مين المكلف فينا؟ هتقول ان انا عبد، طب ما انا رب، ولو قلت انا رب يبقى هكلف ازاي؟ يبقى مفيش بقى ولا صلاه ولا حاجه ولا بتاع وخلاص، والامور كده حلوه واحنا وصلنا وانتهى الامر. من تلاميذ ابن عربي واحد تاني اسمه ابن الفارض. ابن الايه؟ الفارض. كان يؤكد نفس فكرة وحدة الوجود دون خجل، وليه قصيدة اسمها التائية بيقول فيها ايه؟ بيتكلم عن نفسه وان هو بيصلي لنفسه. انت بتصلي لمين؟ ها؟ لله. شوف ده بيقول ايه؟ لها، لي نفسه، لها صلاتي بالمقام اقيمها، واشهد انها لي صلتي. يعني انا بصلي ليها وهي لما تصلي بتصلي ليا، ماشي كده؟ كلانا مصلٍ، احنا الاثنين عابد ساجد الى حقيقة الجمع في كل سجدتي. احنا الاثنين بنصلي البعض. وما كان لي صلى سواي. انت تحس انت بتقرا في انجيل ولا وما كان لي صلى سواي، يعني ايه؟ يعني ما حدش صلى ليا الا انا. وما كان لي صلى سواي فلم تكن صلاتي لغيري. انت عايز ايه طيب؟ ها؟ في أذى كل ركعتي، وما زلت إياها، يعني أنا إيه؟ وإياي، وما زلت إياها وإياي لم تزل، وهي برضو إيه؟ أنا، ولا فرق في شابين احنا الاثنين، بل ذاتي لذاتي أحبت. ماشي؟ واحد يقول طب ما ده السكر بتاع الصوفية يا ابني، أنت مش فاهم. ده هو لما بيوصل يقول لك السكر الإلهي أو العشق، أيوة الشفافية والعشق الإلهي، بيبقاش دارب نفسه. أقول لك لا، في أبيات ليه وهو مش سكران أهي، شوف بيقول فيها إيه. يقول: ففي الصحو، الصحو يعني إيه؟ صح صح وفايق. ففي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها، مصر برضه. ها، وذاتي بذاتي إذا تجلت تجلتي، يعني أنا وهي إيه؟ حاجة واحدة. وهم يزعمون أن الدين عبارة عن قسمين، الإسلام، احنا عارفين الإسلام حاجة واحدة، عندهم بقى الدين حقيقة وشريعة. حقيقة وشريعة. الشريعة دي لينا احنا الغلابة، تتعلم صلاة، تتعلم صيام، أخد بالك، تتعلم الزكاة، تتعلم الحج، دي حاجات الناس العوام هم بيقولوا كده على الايه، عوام المسلمين. لكن احنا لينا الحقيقة، الحقيقة دي عشان العوام ما يقدروش يستوعبوها. زي ما يبقى عندك طالب كده كده هو قفل، فيقوم المدرس يديله واجب يخليه يحله في البيت احسن، كده كده بيفهمش وما فيش واجب، لا خليه ايه، ينشغل بايه، باي حاجه وخلاص. فعايز يقول لك هما المسلمين مشغولين بالشريعه، واحنا احنا بس اللي لينا الايه، الحقيقه. زي ايه؟ الصلاه مثلا. الصلاه احنا عندنا كم صلاه في اليوم والليله؟ 5 صلوات. هو يقول لك لا، الصلاه دي صله بالله، انت بتصلي عشان حاجه، عشان كده. لكن احنا دوام الصله بالله سبحانه وتعالى مش شرط ان انا اركع واسجد، المهم اكون متصل بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. الحج، الحج ده حج الهمه وحج القلب، يعني انا وانا هنا حجيت وطفت حوالين الكعبه، وجيت ويقولوا لي الحمد لله على السلامه والف مبروك، ويرسموا له طياره وبتاع على الايه، على البيت، وهو في مكانه، وهم هناك يقول لك احنا شفناه والله بيحج معانا. طب ما كانش في صواريخ زمان ولا كان في طيران، حج ازاي؟ خدت بالك؟ ويقول لك القرآن، القرآن ليه ظاهر وباطن. القرآن ليه ايه؟ اصحى معايا يا عم، يا اللي نايم انت، اللي جنب واحد نايم ده يفوق. بيقول لك القرآن، انا بقول لك بص لي هنا، القرآن ليه ظاهر وايه؟ وباطن. الظاهر طبعا لمين؟ الغلابة، والعلماء برضو بتوعهم الغلابة وكده والفقهاء، أخد بالك. والباطن ما يطلعش عليه إلا مين؟ إلا الخواص من أصحاب المقامات السامية. عشان كده ليهم كتب تفسير اسمها إشارات. اسمها إيه؟ مثلا ألف لام ميم معناها إيه؟ هتقول بقى مثلا إن هي
حروف مقطعة عشان تقول القرآن بيتكون من نفس اللغة اللي انتوا بتتكلموا بها، اعملوا زيه. أو بعض العلماء قال دي بعض حروف من أسماء الله الحسنى كما فعل بعض السلف بعض الصحابة وهكذا. هم بقى يقولوا عليها ايه؟ اسمع بقى كده وتقطع لي ودانك. يقولوا ألف، ألف الله محمدا فبعثه. ألف معناها ألف الله، ألف يعني ألف أحبه، الألفة. أيوة الله ينور عليك. طب لام، لامه الجاحدون، ماشي كده، لامه الجاحدون. طب ميم، قال لك ميم الجاحدون والمنكرون. ميم دي يعني علة، مرض يصيبهم، يعني إلهي كده أنت لما تدعي على واحد يعني كده ربنا إيه يبتليه بمصيبة ولا حاجة عشان بيجحد مين يعني وبيلوم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حاميم عين سين قاف، يعني معناها إيه عند الصوفية؟ قال لك الحاء حرب علي ومعاوية، ماشي كده. الميم المروانية، المروانية اللي هو مروان نسبة لمروان من بني أمية وكده. عين قال لك ولاية العباسية، ماشي كده. طب السين ولاية السفيانية، ماشي كده. القاف قدوة مهدي. طب في تفسير قوله تعالى قال بلى ولكن ليطمئن، إيه ما معناها ليطمئن؟ مش محتاج مفهومة. قال لك لا، ده قلبي ده كان واحد صاحب سيدنا إبراهيم، فسيدنا إبراهيم طلب من ربنا كده عشان قلبه يطمن اللي هو صاحبه، فكان صاحبه قوي يعني، فبيقول له يا قلبي خد بالك، فبيقول له ايه يعني انا يا رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال في ناس قاعده مبرقه يقولوا لي يا قال له اولم تؤمن، قال بلى انا امنت ولكن ليطمئن قلبي، اللي هو مين؟ واحد صاحبه اسمه قلبي. ايه ده بالله عليك؟ ها طيب الله سورة ياسين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر إيه؟ قال عارفين معناها طبعا. قال لك الشجر الأخضر ده إبراهيم، ماشي كده، والنار اللي هو محمد يعني نور من إبراهيم. ها فإذا أنتم منه إيه توقدون يعني تقتبسون الدين. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر اللي هو إبراهيم نارا اللي هو محمد يعني نور، فإذا أنتم منه توقدون يعني تاخذوا الدين منه، ماشي كده. تفسير قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يعني من هذا الذي يشفع أو يجرؤ أن يشفع عند الله بدون إذن؟ يعني ممكن حد يشفع عند ربنا في واحد كافر عشان ربنا؟ لا، ربنا يرضى عن المشفوع فيه ويأذن لمين؟ للشافع. فربنا يقول من ذا الذي يشفع عنده، يعني من ذا الذي يتجاسر على الشفاعة عند الله بدون إذنه. هم قالك لا معناها إيه؟ من ذا الذي يعني من ذل ذي، من ذل ذي يعني اللي يذل نفسه يشفى ويبقى حاجة حلوة كده. عي من الوعي، يعني عي الكلام ده يعني وافهم كويس، وعيت أوي. من ذل ذي يشفى عي، ماشي كده. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهمنها طبعا. قال لك يعني فإن لم تكن تراه، حد يعرف يشرحها لي كده؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مفهومة كده كده. أنت لا ترى الله بس هو، لكنه إيه؟ لا هم خدوا إيه؟ فإن لم تكن تراه. قال لك لو أنت فنيت عن نفسك ما كنتش حاجة ترى الله، فإن لم تكن يعني لو ما بقتش حاجة تراه، فهمتوها أنتم؟ فإلا يعني أنت كيف ترى الله؟ اللي أنت ما تكونش ما تشوفش نفسك، اللي أنت مش عارف، مش عارف إزاي. فقال لك فإن لم تكن يعني لو ما بقتش حاجة تراه، يعني ترى الله. هذه التفاسير وموجودة ومطبوعة، واللي عايز يعرف أسماء كتب أجيب لك أسماء كتب، بس مش هتستفيد منها حاجة. غير كده كمان بينادوا بوحدة الأديان وإن كل الأديان الموجودة كلها كويسة وكلها حلوة. طب يا جماعة عذاب النار لمين؟ قال لك عذاب النار ده مشتق من العزوبة، من الإيه؟ العزوبة، خدت بالك؟ فيجي ابن عربي يترجم بقى موضوع وحدة الأديان وإن الأديان كلها كويسة، بيقول لك إيه؟ لقد صار قلبي قابلا كل صورة، كل حالة وكل هيئة وكل عقيدة أنا أقبلها، فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف
وألواح توراة ومصحف ومصحف قرآن. كمان جابها في الآخر، يعني جاب الأول إيه؟ مرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان، وإحنا بقى في الآخر وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. إيه بقى دينه؟ بقى دين ابن عربي إيه؟ بيقول لك أدينه بدين الحب، يعني ديني الإيه؟ الحب. أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني، بحب الناس كلها، الله محبة يعني، خدت بالك؟ وجه اللي هو ابن الفارض نفس الكلام، قال لك إيه؟ وما عقد الزنار حكما سوى يدي، وإن حل بالإقرار فهي حلتي، وإن خر للأحجار في البد عاكف. يعني عايز أقول لك اللي يربط الزنار اللي هو النصارى على وسطه ده، أخذ بالك ده حلال وده عادي وما فيهاش حاجة. وإن خر للأحجار يعني سجد للصنم في البد يعني في الصحراء عاكف، فلا وجه للإنكار بالعصبية، ما تبقاش متعصب وتنكر إيه وتنكر عليه. أي نعم مش كل الصوفية بيقولوا كده، لكن ده فعل ناس غلاة منهم وموجودة فيهم المعاني دي كلها. عندهم حاجة اسمها الأقطاب والأوتاد. الأقطاب والأوتاد يعني إيه؟ يعني يعني في ناس عندها خرافة يقول لك أنت عارف يعني إيه زلزال؟ أنا سمعتها من واحد قبل كده، واحد من إيدكو، راجل كده غلبان كده طيب، قلت له يعني إيه؟ قال لي أصل الدنيا ديت الكرة الأرضية متشالة على طور بقرنين، الدنيا دي الكرة الأرضية متشالة على طور بقرنين، فهو لما يتعب قرن بيريحها على القرن الثاني فيوم يحصل الزلزال. هادي ده الايه؟ الزلزال عند هما بقى الصوفية عندهم الدنيا دي ليها أقطاب وأبدال، هما بيدبروا شؤونها مترتبين حسب الأهمية بتاعتهم، القطب والأوتاد الأربعة والأبدال وعددهم 40 في بلاد الشام، والنجباء ودول اللي بيحملوا عن الخلق أثقالهم، والنقباء. القطب بقى ايه؟ قال لك القطب ينقسم لنوعين، نوع من البشر مخلوق موجود على الأرض يستخلف بدلا عنه حال موته، أو يستخلف أقرب الأبدال لما يجي يموت، وقطب لا يقوم مقامه أحد وهو الروح المصطفوي وهو يسري في الكون سريان الروح في الجسد. وأما الرفاعي فقد تعدى هذه الأطوار، الرفاعي اللي عندنا في القاهرة، يقول أحد تلامذته، طبعا ممكن يكون ناس من دول صالحين، مثلا الحسين ده سيدنا، ده ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هما بقى بينسبوا له ايه؟ كذب وباطل. ده مش معناه مش كل المدفونين ايه؟ لا، مش كل المدفونين فاسدين، ممكن يكون واحد صالح وبعد ما مات عملوا له ايه؟ الرفاعي بقى بيقول لك نزه شيخك عن القطبيه، يعني عايز يقول لك ده حاجه اعلى من كل دول. ابو العباس المرسي بقى اللي عندنا اللي هو في بحري، يقول لك مقام القطبيه فوق مقام الصديقيه، يعني هم افضل من ابو بكر الايه؟ الصديق. وعند الشاذولي بقى قال لك يكشف له عن حقيقه الذات، يعني يرى الله. والاوتاد طبعا والاقضاب هي اللي بتدبر امر الايه؟ امر الكون. انقل لكم نقل سريع وبعد كده نشوف الصور اللي معانا، بعض شطحات الصوفيه، ومن الكتاب بتاعهم اسمه الطبقات الكبرى للشعراني، بيتكلم عن الشيخ احمد الرفاعي، بيقول ايه؟ اذا تجلى الحق تعالى عليه بالتعظيم، يعني ربنا يتجلى على مين؟ على احمد الرفاعي، يذوب حتى يكون بقعه ماء، يعني الرفاعي بيدوب لحد ما يبقى ايه؟ بقعة مية. ثم يتداركه اللطف فيصير يجمد شيئا فشيئا حتى يعود إلى جسمه المعتاد، ويقول لولا لطف ربي ما رجعت إليكم، لأن لما ربنا يتجلى له يدوب يبقى إيه؟ بقعة مية، أخد بالك؟ بعد كده ربنا يتداركه باللطف يبدأ يتجمد تاني، ها؟ ويرجع بشر تاني. منهم الشيخ أبو عمرو بن مرزوق القرشي، كان الرجل العربي إذا اشتهى أن يتكلم بالأعجمية، أو العجمي يريد أن يتكلم العربية، يعني إخوة أعاجم، في إخوة أعاجم بيحضروا معانا أجانب ما بيعرفوش يتكلموا إيه؟ لا يستطيع أن يتكلم العربية، فيجي الواحد منهم للشيخ أبو عمرو ده فيفتح له فمه فيدفل في فمه عشان يعرف إيه؟ بالقرف. فيدفل في فمه، اللي عايز يتكلم عربي أو عايز يتكلم إنجليزي.
عايز بقى ألماني ماشي، فرنساوي ماشي، اللي انت عايزه، تفتح بقك وتاخد اللي فيه النصيب، ولا كورسات ولا امتحانات ولا تتعب نفسك وتبقى لب لب. اللغات كلها في بقه، بيقول لي اللغات كلها في بقه، ما تعرفش بقى ايه اللي بيحصل. ده الطلبة بتوع اللغات دلوقتي لو موجودين زمان كانوا تابوا. تقي الدين السبكي بيقول لك حضرت سماعا فيه الشيخ رسلان، ومجلس يعني ذاكر كان فيه واحد اسمه الشيخ رسلان، فكان يثب في الهواء، هجيب لكم صور زي كده، بينط فين ويدور دورات. طب ما انت تنط ماشي، راجل رياضي ينط فوق، لكن ده بينط فوق وايه ويلف، ثم ينزل الى الارض يسير سيرا، فلما استقر اسند ظهره الى شجر التين قد يبست، يعني بعد ما نزل على الارض سند على شجر التين يبسة، فاورقت واخضرت واينعت وحملت التين، يعني اول ما سند على الايه الشجره اخضرت وايه واثمر التين. يعني اي حد عنده شجره ما بتطلعش يجيب الراجل ده ايه يسند عليها، يبقى تمام التمام، يعمل له بقى فدان ايه، فدان تين، فدان مانجا، زي ما انت عايز، كل شجره تعوزها ايه تسنده عليها. ابو العباس احمد الملثم الشعراني بيقول عنه ايه، وكان الناس مختلفين في عمره، فمنهم من يقول انه من قوم يونس، يعني الراجل ده من ايام مين، سيدنا يونس، ومنهم من يقول انه راى الامام الشافعي، فراحوا سالينه، انت ما بقى خلينا نقطع الايه الخلاف الشك باليقين، واحد بيقول من ايام سيدنا يونس، واحد بيقول من ايام الامام الشافعي، انت عم عمرك كم سنه؟ فقال عمري الان نحو 400 سنه. 400، عنده 400 سنه. وكان اهل مصر، معلش بقى دي بتاعتكم دي، وكان اهل مصر لا يمنعون حريمهم منه. ليه؟ دوالي ده بيفكرني ببعض الاخوه السعوديين راحوا في زياره لدول شرق اسيا. انتوا عارفين دول شرق اسيا الليحه بتاعتهم ايه؟ حته صغيره كده. فلما راحوا لقوا واحد عنده ثلاث شعرات في لحيته، والناس قاعدين فرحانين بيهم، عمالين يمسحوا عليهم كده، فرحانين بالايه؟ الثلاث شعرات دول. فالسعوديين لحيتهم ايه؟ فاول ما راحوا راحوا سايبين ابو ثلاث شعرات وقعدوا ايه؟ يعملوا على اللحيه بتاعتهم كده، فرحانين جدا بالسنه، مش صوفيه، فرحانين بسنه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبيتحايلوا عليهم يتجوزوا بناتهم عشان بناتهم يخلفوا ايه؟ عيال عندهم ايه؟ وبقى عيني صاحبنا ابو ثلاث شعرات قاعد ايه؟ مش لاقي حد يمس على الايه؟ فعلا ده حاجات، تخيل بقى ده اللي يعني هم اصلا اقول لك اصل ده ولي، فلما ايه اسيب له مراتي ولا بنتي هيحل فيها الايه؟ البركه والعياذ بالله. الشيخ ابراهيم الجعبري كان له مريده، مريده يعني ايه؟ واحده ست تسمع وعظه وهو بمصر وهي في السودان. يعني هي في السودان وهو بيدي الدرس في العصافره هنا، وهي ايه؟ تسمع الايه؟ الوعظ بتاعه. حسين ابو علي بيقول ايه كما يقول الشعراني في الطبقات، من كمل العارفين، يعني اللي بيكمل المجاهدات، كان كثير التطورات، يعني ايه؟ كل شويه يتغير، تدخل عليه تخش تزوره او تطلب عنه فتجده جنديا، تلاقيه زي العسكري، ثم تدخل عليه فتجده سبعا، تخش عليه مره ثانيه تلاقيه بقى ايه؟ اسد، ثم تدخل عليه فتجده فيلا، قلت يا رب، واخد بالك؟ ربنا يلطف، تخش مره تلاقيه جندي، تخش مره ثانيه تلاقيه ايه؟ اسد، تخش مره ثالثه تلاقيه ايه؟ فيل، مش ما قالش كلب دي مش عارف، واخد بالك؟ ابراهيم بن عصيفير كان بيغلب عليه الحال، اللي هو الحال الصوفي والوجد وكده، فلما يلاقي جنازه يمشي قدامها ويقول ايه؟ زلابيا هريسه، قدام الايه؟ قدام الجنازه، وانا مش عارف ايه داخل الزلابيا والهريسه بالايه؟ بالميت، واخد بالك؟ واحوال غريبه كده. وبيقول عن نفسه ايه؟ وكان يحبني وانا في بركته وتحت نظره، يعني بيقول ان انا تحت الايه؟ الرعايه بتاعته. ابو يزيد البسطامي بيقول ايه؟ ان جهنم اذا راتني تخمد فاكون رحمه للخلق، وما النار؟ يقول ايه النار دي؟ والله لئن رايتها لاطفئنها بطرف مرقعتي. يقول جهنم لما تشوفني بتخمد فاكون رحمه للخلق. وايه جهنم دي؟
انا لو شفتها هطفيها بطرف البتاع اللي انا لابسها دي، احطها عليها كده جهنم ايه خلاص اتطفت. الدسوقي بتاع ايه كده كده ولا كده كده كفر الشيخ، اخد بالك، يعلن ان ابواب الجنه بيديه ومن زاره اسكنه جنه الفردوس. ده لو الكلام ده صحيح كلنا نجري بكره على قطر الصبح وايه ونعمل لنا زياره، اخد بالك، ولا صلاه ايه. انا عارف النبي، مش عارف النبي فين، اخد بالك، يبقى ولا صلاه بقى بعد كده ولا مشاكل، روح زوره يدخلك الايه وخلاص وانتهى كل حاجه والعياذ بالله تعالى. صاحب العكاز، واحد صوفي منهم كان عنده عكاز العصا، فكان اذا احتاج لبعض لقضاء بعض الحاجات يرسلها تقضي له هذه الحاجات، العصايا يعني، عايز عيش ما فيش حد من العيال يبعث العصايا ايه تجيب له عيش وتيجي، خدت بالك. واحدهم ركب قاربا، ركب قارب عشان يعدي، يعدي الماء للناحيه الاخرى نهر، فلما ركب القارب طالبه صاحب القارب بالأجرة الايه الفلوس، فأنكر عليه أنه لا يعرفه. يعني أنت مش عارفني، زي أخي بيقول لي كان بعض الدعاة في الحج في الجمرات، فكان معه وفد فعايز يدخل من سلم ممنوع الدخول، مفروض أنت داعية تلتزم بالايه ناخد بالك عشان عايز يلف يلحق الوفد، فقال له ممنوع، قال له أنت مش عارفني، قال له لا مش عارفك، قال له انا فلان، اخد بالك، عين خاه يعني، فقال له والله ما اعرفك، قال له انا بطلع، قال له بتطلع في التلفزيون، قال له ما اجي اتصور بقى معاك، قال له صور يا ابني، وراح ايه وراح متصور جنب، قال له اعدي بقى، قال له لا مش هتعدي. لا حقيقي والله، لا ما قلتش، قال لك واحد بيطلع في التلفزيون وخد فعلا الصوره لاصحابه قال لهم تعرفوا ده، قالوا له ايوه يا ابني ده الداعيه فلان الفلان، قال لهم ده هو بيقول لي كذا كذا، قلت له ما اتصور معاك كده يا. فصاحبنا ده قال له يعني انكر عليه كيف تطلب مني المال، انت مش عارف ان الشيخ ناخد بالك، قال له برضه هتدفع، قال له طيب استنى، فاخذ اناء ووضعه في الايه في البحر، فاصبح القارب على الطين، يعني عب ميه البحر كلها في ابريق، خد بالك، فالناس اللي راكبين المركب كله بقى ايه على الطين، يا عم مش عايزين، يا عم اديله فلوس لو عايز بس ان ايه خلاص انت تبت، قال له خلاص، راح ايه راح كابب الميه تاني فين، وراح القارب ايه راح رايحين الناحيه التانيه. بعضهم كان له من يعاديه، يعني كانوا في ليه واحد يعني عالم بيعاديه كده، فراح له في يوم من الايام راح له المسجد، دخل المسجد اللي هو بيخطب فيه، فوجده يخطب على المنبر، فتذكر الخطيب انه لم يتوضأ وهو جنب، يعني بيخطب الجمعه وهو ايه وهو جنب، يعمل ايه يعمل ايه، فراح الصوفي ده راح مدد له ايده على المنبر، فدخل في كمه فاغتسل وخرج، بس مش عارف الميه راحت فين، صرف فين الميه ما تعرفش بقى الميه اللي هو اغتسل بيها ايه. بعض حقيقي يا سيدي، ده كلام واقعي في كتب الصوفي، اجيب لك الكتب لو عايز. بعض زعماء الطريقه النقشبنديه في قبرص، اخد بالك، طلب منه موعد لقاء وتصوير، قالوا له عايزين نعمل معاك لقاء يا شيخ، قال لهم طب امهلوني يوم، فبعد يوم قال لهم لقد اتصلت هاتفيا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأذن لي بذلك، قال لهم انا اتصلت هاتفيا بالرسول وقال لي ايه صور معاهم، موافق على الايه، ايه رايك. ابن الفارض ده بقى اللي انتوا سمعتوا الخبل بتاعه، لما جه يموت، شوف الخواتيم، عندما احتضر نظم بيتين من الشعر وفي تلك الحاله يعبر فيهما عن شقاوته وعن هلاكه، بيقول ايه، ان كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رايت فقد ضيعت ايامي، امنيه ظفرت نفسي بها زمنا واليوم احسبها اضغاث احلامي. يعني هو في اللحظات دي عاين سخط ربنا وغضب ربنا، فقال يعني انا ما كانش ليا لازمه ولا ليا قيمه، وفين الحب وفين الشوق وفين الهيام، كل ده ايه. الجعد بن درهم عليه من الله ما يستحق كان ممن تفوه بكلمة خبيثة في الاعتقاد، وزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا والعياذ بالله تعالى.
وهو أول من قال بخلق القرآن، القرآن مخلوق طالما صوفية بقى وبدع ده من ضمن، وأنكر الاستواء، فأمسكه حكام الدولة دولة بني أمية، ومنهم خالد ابن عبد الله القسري رحمه الله، فخطب في الناس خطبة العيد ثم قال: أيها الناس اذهبوا إلى أضاحيكم يتقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. قال لهم كل واحد يرجع يضحي الضحية بتاعته، أنا الضحية بتاعتي النهاردة في يوم العيد خالد بن عبد الله القسري اللي هو كان بيكذب القرآن، ونزل فذبحه في أصل المنبر، فشكر صنيعه أهل السنة. ربما نتكلم أيضا في اللقاء القادم عن شيء من ذلك، وربما نكتفي ونكمل صفحات الفضائح من باب أبواب أخرى من أبواب معصية الله عز وجل. الآن تعالوا وانظروا معي لهذه المشاهد العجيبة. يعني انت عارف الراجل ده اللي ميت ومدفون، عارفه شخصيا؟ اه. يعمل منكرات لما يحملهاش محجات. لا حول ولا قوة. حاضر. بيقول لك في قصه حقيقيه، هي برضه واحد جايبها لي، في مصر في اسوان مركز ادفو، الشيخ مصطفى ابو عبد السلام من ال عبد السلام. الشيخ محمد عبد السلام ده امريكا حدفت قنبله على كوبري ادفو، بس امتى امريكا حاجه ما هو بيقولوا لك كده. فالمهم هو مسكها بايده ورماها في النيل، يعني دي بركات، يعني هو مسك القنبله بايده. وايه من الشوال، بركاتك يا رب. نسال الله الكريم من فضل. بصوا كده الصوفيه في مولد السيد البدوي، بصوا بيعملوا ايه. وصلت لنا مايك هناك؟ طبعا لا. انا مالي ما نتصرف. ها ده في المسجد، خلي بالكم. الناس دي ما بتتعبش يا اخي، ده لو واحد قال لك قوم صلي بالليل شويه تقول له رجلي ووسطي وبتاع، شوف دول يقعدوا كام ساعه كده طول الليل. ها يبقى المفروض احنا اولى والله اللي احنا نتعب. شايفين الستات؟ هات الحته اللي فاتت دي وري لهم الستات قاعدين على الارض، رجع سن. وفي طبل خلي بالكوا في المسجد، الستات قاعدين اهم ماشي. لا شيعة ايه يا عم؟ الصوفيه في المولد السيد البدوي دي في طنطا، اهي الستات قاعدين اهم، الستات قاعدين اهم في المسجد خلي بالكوا. الشيعة ده حاجه تانية، ده عايزه عايزه دروس لوحدها يا راجل. دول شكل شيعة مسار، وهم سحنة بتاعتهم باين. الشيعة عندهم حاجات زي كده، بس في دم بقى وسكاكين وكده، أعلى من كده شوية. الأخوات إن شاء الله هنوفر لهم شاشة يشوفوا معانا الصور إن شاء الله من الدرس اللي جاي. سامعني يا هندسة؟ أحمد ماشي؟ كفايه بقى كده تفقير يا ابني، كفايه كده، هات واحده ثانيه. في قصه هتشوفوها دلوقتي والعياذ بالله، كفر كفر موقف هتشوفه اهو. بص دول في السودان، دول في السودان، الشيخ قدام اهو اللي ماشي قدام هتشوفوه دلوقتي. في السودان ده ذكر ماشي، دروشه ماشي. شوف انت اهو، بص بقى هو بيعمل ايه. شوف هتشوف في ايده دلوقتي العصايه السحريه، شوف اهو هو ده. بص العصايه دي بقى،
بص المريدين، بص بص، اي حد يلمسه بالعصايه ديت خلاص خد البركه وراح في داهيه. بص والله عيب يعني، ما يعني انت لو واحد، لو راجل كبير مننا اللي قاعدين معانا قلنا له قوم اعمل كده، بص هيعمل لهم ايه بالعصايه؟ بص بص بص، بالعصايه. لا ما موتهمش، ده ايه ده؟ عشق بقى ولا ما تعرفش يعني؟ لا بيهزروش يا ابني، ده هيشوف غيرهم اهو دلوقتي، اصبر يشوف غير. مش عارف هم عملوا له حاجه مثلا، بينتقم منهم اهو بيرقص واحد بقى. بص يا سيدي والله ده طقوس صوفيه مش تمس. بيمثلوا او بدول ممسوسين. بص الحذاء بتاعه لما رماه بيلقطوا الحذاء بتاعه وهينزلوا تحت رجله ويسجدوا له دلوقتي. اهو بايه عصايه السحريه بتشد الايه، ما تعرفش بيشد بيها ال، بص 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 العصايه شد صاحبنا ده. طب خلاص بقى متفق متفق، بس ده ذكر، ده ذكر لله ده ولا ايه؟ بص بقى اللي رايح له هيسجد له ده. رفع له رجله، بص تحت رجله. لا ما بيموتش ولا حاجة. شايف ال، شوف السجود اللي جاية دي بقى. شايف؟ يقول لك لاحظ المريد الذي في المنتصف اهو، بص اللي في النص نزل تحت ده خالص ده. بص بقى الدرويش الكبير ده عملوا معاه حوار فبيكلموه. مش هنطول بقى يعني، ايه عدي شويه يا احمد، عنده كتب اهو الراجل، وشايف لحيه قد ايه. استقام حافظ على الصلاة. يقول لك ما فيش خزعبلات عندنا يعني، هتشوف هيجي. بص بقى ما فيش خزعبلات هنا. دي مش خزعبلات، خلي بالكم، هو بيقول ما عندناش خزعبلات، دي مش خزعبلات. بص دي مش خزعبلات طبعا، بص بص مش خزعبلات. واحد بيزمر وهو قاعد بيه. بص اللحى عامله ازاي. بص ده سخن ده شويه، شايفينه اشتغلت. ها مش
مش عارف في مصر ولا لا. السجاير بقى حرام ولا لا؟ بص بيقول لك 90% من الناس بيشربوا سجاير، لو قلت حرام معناها كفرت 90%. ايه يضحك يعني بيقول لك لو قلت السجاير حرام يبقى كفرت الناس 90% كفار، فعشان كده ما بنقولش حرام يعني. ايه؟ ايوه. انا عارف يا اخويا لحيه حقيقيه ولا مستورده دي ولا ايه؟ كفايه كده يا احمد. كفايه كده يا هندسه. والله نشوف مش عارف. ده طبعا غيض من فيض، يعني لو احنا حبينا نكشف أوراق الصوفية هتلاقوا حاجات كتيرة جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن أحببت في هذا اللقاء أن أوقف حضراتكم على شيء من هذا الضلال والخرافة حتى نتحمس للدعوة للسنة، لنجتهد جميعا في الدعوة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم الصفحات المتبقية من سوء الخاتمة وفضائح عند الموت. نسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.